والمتعلم والعروس نديم صاحبة الصون والعفاف، أهلا وسهلا فيهم وصلوا على النبي. فارس ونديم عريسنا وصل يا حبايب غنوا له عليه البسمة يا ربي بحفظك صونه عروس النكامر تضوي عالحاضرين عليها البسمة نعيوني الحاسدين يلا خمس العلماء صلي على النبي ألف الصلاة والسلام يا هلا يا هلا طل العرسان ويا هلا نادر وقايد مسجون كحلا قايد مسجون كحلا فينا تغني وتفرح معه هو سكر عسكر ما شاء الله بحاله صلوا على النبي يا حبايب صلوا صلوا على النبي يا حبايب صلوا عروس النبي هالحالة كله صلاة النبي يا حبايب زيدوا عريسنا بدر الليل تعيدوا Yeah.
Yeah.
يشبه البره
شرفني اليوم في هذا الجو، يعني اليوم الجو يعني بارد جدا، وان شاء الله لبيتوا دعوتنا وجيتوا، وشكرا لكم جميعكم وحضوركم هو كان شرف لنا. تسلم. اما الان نطلب من الجميع يتفضل ياخذ فتره العشاء، وان شاء الله بنكمل بعدها. تفضلوا على العشاء. السلام عليكم. بدنا رقصة من والد العريس الدكتور محمد وإخوانه. I'm not
شكرا. الجلوس استمرار لو سمحتوا. بدنا رقصة من والد العروس أمجد ياسين داير وإخوانه أبو يوسف الله يسهل فيه على شرف والدتهم أم عزيز في البلاد. وكذلك تمت الأسبوع الفات خطوبة الشاب المهذب الدكتور يوسف. على المناسبة هذه نطلب رقصة لله داير. يلا شمال من الطرف خلاص تفضل جوهر. أنا أبو يوسف تحية.
ما ودعتكم راحت فلسطين ما ودعتكم شلتوا معاكم يا اهل فلسطين شلتوا معاكم ما ودعتكم يلا روح عليها روح شكرا واحلى كف لحمودة السلمان شكرا بدنا رقصة من ضيوفنا اللي شرفونا من ديترويت خالي العريس عامر وزوجته وكذلك شرفنا ابن العمة ابو اسعد وزوجته من نيويورك اهلا وسهلا فيها وطبعا اليوم عيد ميلاد العامر واحلى عامر وشر العمر كله يا رب انت هديه من ربي مطلوب بس قوي الشباب مش قاعدين اقوم من ابو محمد سامي الهندوي ابليس انت ابو موسى جيبهم وتعال قوم معنا معزومين معنا لذلك شرفتنا عمة العروس اهلا وسهلا فيها وزوجها ابو الوليد وام الوليد اهلا وسهلا فيها يلا جاهز يلا بعتب على قد المحبه طلب خاص ابو عمر بس يلا مطلوب لذلك شوفوا معه يلا مختار يلا لفيتوا يا ابو عمر خلي الجميع يقوم قوموا وين ابو العريس وينه يا ابو فارس لما جاب عقد المحبه وانت هاني من ربي فعجبني
Yeah.
الضيوف اللي شرفونا من القرى والمدن الفلسطينية. وطبعا في مناسبة لأهل بيتكسا سيتم بمشيئة الله تعالى ابن الأخ محمود زايد الكسواني
في 29 12 في لافيلا والجميع معزوم بالنيابة عنها. خطوبة طبعا، حفلة خطوبة راح تكون، ورقصة من الجميع الكرة والمدن الفلسطينية. أهلا وسهلا بالجميع. يلا تفضلوا الجميع. ذلك سامي الحي. عاش ابو فارس الله حيه، عاش ابو العريس. يا ما
تغدو ويا ساحلنا وتشوفها شبي مالي بشي لا مسافة المرض يا ساحل شاه يغلق يا ساحلنا تشوفها شبي مالي بشي لا مسافة المرض يا ساحل شاه الله راح يفتح علينا الدنيا.
في رقصة لعريس من عماتها من عماتها في عنا رقصة في عنا مناسبة سيتم بمشيئة الله تعالى خطوبة الشاب المهندس عمر سامي حمدان في نيويورك 20/1 في نيويورك والجميع معزوم أنا بعزم على أبو هيثم أهلا وسهلا بالجميع العريس مع أولاد عمه أولاد عماته وبالمناسبة على الخد سلام الدين
دموع العين على الخد صواب الدين عبالي يا بياضة 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 يا Thank you.
ياسر حجي صار الاستشار
Oh, you suck!
وش محسي الدنيا صغيرة والحاسس حالي Oh,
أبو العريس أقعد يا عمارنا.
يلا يلا Yeah.
مهني بلادي عربية اليوم بعدين صيدلي يا صيدلي صيدلي يا صيدلي عم العريس في الأردن أبو باسل الله يوفقه يا رب شوف العريس ضحيها يا ابو عزيز وبنادي عربيه مليانه حريه بدي عربيه يا يما جوزيني حلوه فلسطينيه بلدي عربيه والدي رشرة بور بور في تنة
العريس عرستك يا غالي حلوة وأميرة. قهوة دلالتنا شامة أول ما بيت
ديرتك من الله حق نصيبي. العريس خال العريس
Yeah.